Nous avons le petit cornet, la flat aussi, hexagonale, grand format et standard. Tout notre catalogue, comme ça vous allez voir tous les produits. Voilà. Avec les conditions de cuisson, la description, etc. Responsable assurance qualité Fcholik Dreyal Snacks Pellet Industry. Donc c'est une nouvelle entreprise la matière première des chips, donc ce qu'on appelle la pellette. شركتنا مقرها في الجزائر العاصمة وبالتحديد في مدينة الطوالي. بدينا نشاط الإنتاج تاعنا منذ حوالي سنتين. مصنعنا يحتوي على تكنولوجيا أوروبية جد متطورة، وعندنا قدرة إنتاجية بما يعادل 300 طن متوسط شهريا. ونقوم بإنتاج المادة الأولية للشيبس كما سبق وأن ذكرت، ونزود كل مصانع الشيبس بهذه الماتيار بروميير باش يقدروا يصنعوا الشيبس على مستوى مصانعهم. بالنسبة لأنواع المادة الأولية، nous avons une très large gamme de produits, donc comme les cornets, donc à différents formats. Nous avons le grand, moyen, petit et le tout petit small size. Nous avons l'hexagonale. Nous avons aussi la pomme de terre, ce qu'on appelle communément la flat. حجم صغير وحجم كبير. إن شاء الله نحن في بصدد تطوير منتجات أخرى في القريب العاجل. Parmi nos clients potentiels, donc nous avons la marque Crocs, اللي هي شركة متواجدة في السوق الجزائري منذ 2016. Donc نحن نزود مصنعنا كذلك بالمادة الأولية. Alors nous sommes très enchantés de participer pour la première fois au salon interne, à la troisième édition pardon du salon international AgroPack. C'était une participation très intéressante. On a fait la connaissance de beaucoup de clients. Donc on a fait aussi la présentation de notre produit auprès du client algérien. ووضحنا كذلك العديد من المميزات الخاصة بهذه المادة الأولية اللي تعتبر جديدة يعني أمام المستهلك الجزائري. شركتنا كروكس خمت فيكم وفي الاعزاز عليكم، ونظمت طومبولا بمناسبة حلول الشهر الكريم شهر رمضان. وهذه هي طومبولا راح تكون من ابتداء من شهر رمضان الى نهاية السنة. راح تربحوا فيها العديد من الجوائز، منها سيارات شيري، عدة سيارات شيري، والعديد من الهدايا كوم دي تيليفيزور، دي ماشين لافي، دي سمارت فون، وايضا العديد من الهدايا المميزه الاخرى. ما عليكم غير تشريو شيبس كروكس باش تلقاو قسيمه الربح، ونتمنى ان شاء الله تكونوا من الفائزين معنا بهذه الهدايا القيمه. كروكس قرمش تربح. شركتنا كروكس تسوق اكثر من 20 منتوج من الشيبس بجميع الانواع وجميع النكهات مع ضمان الجوده للمستهلك الجزائري. شركتنا كروكس توفر عدة أذواق ونكهات لتلبية كل أذواق المستهلكين الجزائريين.